ينضم معنا من عمان الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، بداية مرحبا بكم. لماذا تلجأ القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها لاستخدام بنادق الصيد بعدما كانت تعتمد على الرصاص الحي وقنابل الغاز في قتل المتظاهرين السلميين؟ يعني بنادق الصيد كيف تنظر إليها من الناحية القانونية؟ هل يجوز أن تستخدم أسلحة لصيد الحيوانات وقتل الحيوانات لاصطياد أو لقتل متظاهرين سلميين؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. بالطبع هذه الأسلحة لا تختلف عن الأسلحة العادية، وبالتالي الجميع حذر هذه استخدام الأسلحة الصيد للتعامل مع التظاهرات، ولا سيما أن العراق قد وقع على اتفاقية دولية تحرم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين وبشكل مفرط، وبالتالي المسائل القانونية لهذه الحكومة وفق هذه الاتفاقية بأنها انتهكت القانون الدولي وانتهكت مبادئ هذه الاتفاقية واستخدمتها بشكل واسع وممنهج ضد المدنيين، وتعد هذه الأسلحة خطيرة للإنسان لأنها تسبب أضرار جسيمة وطويلة، يعني طويلة الأثر للمتظاهرين في ساحات التظاهر، وهذا ما نراه في فك العين وفي الأذن وفي الرأس وفي جميع مناطق هذا بطبيعة الحال تؤدي إلى الوفاة، وهذه الوفاة هي متعمدة من قبل هذه القوات. إذا هذه عمليات قتل قاتل القانون، فالجميع مسؤول عن هذه العمليات الإجرامية سواء كان ميليشيات أو قوات حكومية. أين المحاسبة والمساءلة الدولية؟ هل هناك محاسبة دولية ضد ما يقترف من جرائم باستخدام بنادق الصيد ضد المتظاهرين؟ طبقا لهذه الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في بغداد عام 2010 أو 2009، هذه الاتفاقية فيها بنود تجرم هذه الأفعال وتحاسب من اقترف هذه الجرائم، وبالتالي كان هناك قانون فعلي، ويعني من المنظور الشائع أن هذه القوانين الدولية إلى الآن يعني لم تطبق بشكل كبير وبشكل واسع وبشكل حقيقي تجاه ما يجري في العراق وبقية البلدان التي تنتهك فيها قواعد القانون الدولي. دائما ما لا تطبق القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في العراق منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى الآن مع الأسف الشديد. اليوم يعني هناك إحصائيات، ليس فقط اليوم، يعني بالأمس إحصائيات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق بشأن أعداد المختطفين. هناك أيضا متظاهرون يختطفون ويتم تعذيبهم ثم يتم إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى أن المئات من المختطفين من المتظاهرين السلميين إلى الآن لا يعرف مصيرهم. نعم، هذه الإحصائيات التي تطلقها وتصدرها المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأسف قاصرة ولا تغطي جميع الحالات، وأيضا هي تحابي الحكومة في هذه الإحصائيات. إلى الآن ما تزال حتى يعني كما ما هو معلوم أن حتى في وزارة العدل وفي الوزارات حتى كان في وزارة حقوق الإنسان السابقة كانت هناك سجون سرية تديرها هذه العصابات وهذه الميليشيات. إذا الأمور في العراق أمور غامضة والأوضاع سوداوية، ومن يريد أن يتفحص جيدا يذهب إلى ساحات التظاهر ويلتقي بالناشطين وذوي الضحايا، يعرف مدى الحجم الكارثة التي حلت فيهم جراء هذه الحكومات المتعاقبة وجراء هذه الميليشيات التي باتت تفتك بالشعب العراقي دون حسيب ولا رقيب وبمباركة حكومية وبمباركة دولية وصمت دولي. إذن لا نريد أن نعطي الأمور أكثر من حجمها، ولكن الحقيقة أن أعداد المختطفين في تزايد، أعداد المعذبين المختطفين في تزايد،
جميع الامور هي في تزايد بسبب استمرار القوات الحكوميه والميليشيات في التصدي بالنار والحديد للمتظاهرين، وهذا لا يمكن السكوت عنه اذا كانت هناك اراده دوليه واراده مجتمع دولي حقيقيه لبناء العراق من جديد. فيجب ان تتدخل الان عاجلا غير آجل في حمايه المدنيين من ويلات من اجل التدخل الدولي او تدخل اممي لانقاذ هؤلاء المتظاهرين. هل يمكن رفع دعاوى امام المحاكم الدوليه؟ انتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ما هي خطواتكم في هذا المجال من اجل يعني وضع حد لعمليات خطف وقتل المتظاهرين على هذا النحو؟ المركز العراقي بدا الان بالتوثيق او منذ فتره بدا بالتوثيق هذه الحالات القانوني، وايضا يعني نود ان ننوه ان المنظمات الدوليه بدات ترسل للمركز وبقيه المنظمات بطبيعه وطبيعه الوثائق التي توجد عندهم من اجل توثيقها ورصدها بشكل صحيح الى هذه المحاكم والى هذه الجهات الدوليه. ولكن يعني هناك يعني كما هو معلوم الفيتو الامريكي وهناك وضحت الصوره. نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر منك أستاذ عمر الفرحان لضيق الوقت، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من عمان، شكرا لك.